نشتغل عليها هو أننا مجموعة الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية. هذا الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كنحاولوا نشتغلوا باش نلقاو لهم شنو هما البدائل الممكنة اللي ممكن أن تحمي هذا الأطفال، اللي كان من بينها هذا نظام أسر الاستقبال. اشتغلنا عليه كمؤسسة أمل حماية الطفلة، اشتغلت عليه مجموعة الجمعيات الأخرى على المستوى الوطني، وكاين واحد شراكة ما بين مؤسسة أمان وزارة العدل يونيسف المغرب في إطار مشروع اللي دام منذ 2017 إلى غاية الآن، وحنا لازلنا في طور الاشتغال على أننا نشوفوا شنو هما الممارسات الجيدة، شنو الأمور اللي ممكن أن ناخذوها، لا سواء الآراء ديال المجتمع، الآراء ديال الأطفال، الآراء ديال الهيئات الحكومية. سليمان أنصاب، مدير مؤسسة أمل لحماية الطفولة. اليوم مركز أمل لحماية الطفولة عرف واحد فوكس جروب، واحد لقاء جمع مجموعة المتداخلين الفاعلين في المجتمع المدني، في القطاع ديال الصحافة، الجماعة المحلية، تندان، المسؤولين النقابيين، مجتمع مدني، اللي حاولنا من خلاله أننا ندرسوا وضعية ديال الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والآليات الممكنة من أجل معالجة وضعية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، اللي من بين البدائل أنه الحماية أو الدعم ديال الأسرة البيولوجية، الدعم ديال العائلة الممتدة، ثم توفير بديل آخر اللي هو نظام أسر مستقبلة. في خلال هذا اللقاء هذا عرفنا مجموعة ديال الأفكار، تداولنا مجموعة ديال الآراء ما بين كافة الفاعلين من أجل تعزيز كافة البدائل، بدل أن يتم إيداع أطفال في مراكز لحماية الطفولة، في مؤسسات للرعاية الاجتماعية لكي يتم فيها إقصاء هذه الأطفال من حب أسري، من الفضاء اللي كيحميهم، اللي من حقهم أنهم يتواجدوا فيه. تخليدا لهذا اليوم العالمي لحقوق الطفل اللي كيتزامن اليوم لـ20 نوفمبر، أننا كمؤسسة أمل لحماية الطفولة ارتئينا أننا نشتغلوا في الميدان، نخلدوا هذه الذكرى هذه بفتح نقاش مجتمعي مع كافة الأطياف المجتمعية، النقابية، السياسية، الحقوقية، وكذا التعليمية التربوية، من الصحافية الإعلامية، من أجل أننا ندرس حقيقة الوضعية ديال الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ونلقاو إجابات اللي ممكن أننا تحمي الأطفال ديالنا. هاد اليوم هذا 20 نوفمبر نذكر بأن أطفالنا المغاربة في حاجة لحماية ولدعم من كافة أطياف المجتمع، لأن الطفل اليوم هو مستقبلنا، هو شاب الغد، هو الذي سيبني هذا البلد هذا. لذلك يجب أننا كاملين أننا نشتغل من أجل أن نوفر له فضاءات لتقوية قدراته المعرفية الفكرية، وكذا من أجل حمايته من كافة المخاطر.